الأخبار من الراي. أهلا بكم في نشرة الأخبار من الرأي، معكم في أحمد العنزي، والبداية دوما بأبرز العناوين. سفارة الكويت في بغداد تجدد دعوتها للمواطنين بعدم السفر للعراق على واقع حالة عدم الاستقرار. طبعا لأول مرة بتاريخ دولة الكويت أن نربط مدينة الكويت، دولة الكويت في مدينة العين في الإمارات العربية المتحدة. شركة بلا شك أنها هي إقرار منها أن تفتح هذا الخط، هذه إضافة حقيقة للكويت ودولة الإمارات. الجزيرة تحلق في سماء العين وجهتها الثانية للإمارات، والشيخ سعيد آل نهيان في استقبال أولى الرحلات. إيصال التيار الكهربائي لأول محطة ثانوية في غرب عبد الله المبارك بالتعاون مع السكنية. المشروعات الصغيرة تحيل شخصا احتال على مبادرين للنيابة وتؤكد عدم اعتمادها الوسطاء. تزكية قائمة الوحدة الطلابية لانتخابات اتحاد طلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأمريكية. وفي النشرة، الملتقى الإعلامي يتوج 100 عمل إعلامي وإعلاني بجائزة الكويت للإبداع. هنأ سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، راجيا له كل التوفيق والسداد ومشيدا بالعلاقات الوطيدة التي تربط الكويت بالجزائر. من جهة ثانية، بعث سمو أمير البلاد برقية تهنئة إلى بوريس جونسون رئيس الوزراء في المملكة المتحدة، عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة فوز حزب المحافظين بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية، مشيدا سموه بالعلاقات التاريخية والراسخة التي تربط الكويت بالمملكة المتحدة. وأكد الأمير على التطلع الدائم والمشترك لتعزيز أواصر هذه العلاقات والارتقاء بأطر التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات. جددت سفارة الكويت لدى بغداد دعوتها للمواطنين بعدم السفر إلى العراق في الوقت الراهن، كما دعت المتواجدين هناك إلى المغادرة فورا، وذلك حفاظا على سلامتهم في ظل الأوضاع التي يشهدها العراق حاليا. وأكدت السفارة ضرورة التقيد والالتزام بالقوانين المعمول بها في العراق والتي تحظر القنص في عموم الأراضي العراقية، منوهة بأن مخالفة تلك القوانين يقع تحت طائلة العقوبات التي تصل إلى السجن. ويشهد العراق احتجاجات منذ أكثر من 40 يوما للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل وإقالة الحكومة وتعديل الدستور وإقرار قانون جديد للانتخابات. استمرارا لخططها التوسعية، أطلقت شركة طيران الجزيرة اليوم أولى رحلاتها المباشرة إلى العين، حيث كان في استقبالها في مطار العين الشيخ سعيد آل نهيان والقائم بأعمال السفارة الكويتية في أبوظبي الشيخ صباح ناصر الصباح. وقد أكد رئيس مجلس إدارة الجزيرة مروان بدي أن الشركة تطير الآن إلى 35 وجهة من الأكثر طلبا في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا. وشهد حفل تدشين الجزيرة لوجهتها الجديدة في مبنى مطار الجزيرة في الكويت سفيرة دولة الإمارات لدى البلاد صقر الريسي. تقرير للزميل أحمد العنزي. في إطار توسعها المتواصل لعدة جهات مختلفة حول العالم، دشنت شركة طيران الجزيرة أولى رحلاتها إلى مدينة العين، وهي ثاني وجهة لها في أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة بعد إمارات دبي. مدينة العين مدينة سياحية من الدرجة الأولى، طبعا لأول مرة بتاريخ دولة الكويت أن نربط مدينة الكويت، دولة الكويت في مدينة العين في الإمارات العربية المتحدة. نتطلع إن شاء الله من خلال تشغيل 3 رحلات أسبوعيا إلى انطلاقة، تتبعها إن شاء الله رحلات إضافية
إضافية لهذه المدينة، مدينة سياحية مثل ما شرحت، يعني تعتبر من أكثر الوجهات اللي قاعد نشوفها الآن تقبلا من الجمهور المسافرين، قريبة جدا ساعة سفر فقط من الكويت إلى العين، ساعة وربع تقريبا، فراح تعطي إضافة إلى الوجهات السياحية من دولة الكويت. وهذا اللي تركز عليه طيران الجزيرة، أن نوفر جهات جديدة بأسعار تنافسية ونعطي خيارات أكثر لجمهور المسافرين للتنقل من الكويت إلى المنطقة القريبة. مدينة العين تعتبر من المدن الجميلة والسياحية، وجاء اختيار طيران الجزيرة لها بعد دراسات مستفيضة، وستشغل 3 رحلات أسبوعيا وبأسعار تنافسية كعادة الجزيرة في توفير كافة المتطلبات للمسافرين. أنا حقيقة نشكر الجزيرة وعلى رأسهم الأخ مروان افتتاح الخط هذا. بلا شك أن العلاقة الثنائية بين الكويت ودولة الإمارات علاقة متميزة. مدينة العين حقيقة من المدن اللي هي جدا جميلة في دولة الإمارات، وأيضا منطقة سياحية، والشركة بلا شك أن هي إقرار منها أن تفتح هذا الخط. هذه إضافة حقيقة للكويت ودولة الإمارات والسياحة المتميزة ما بين الدولتين حقيقة، فهذا شيء أكثر من رائع. احنا نهني الجزيرة على هذا الخط ونتمنى لهم التوفيق دائما. وأنا اليوم في مبنى الجزيرة يعني فوجئني حقيقة، قاعاتهم وصالات التيرمينال اللي هو تقلع من هذه الطائرة إلى مدينة العين أكثر من رائع وأكثر ممتاز. احنا نهنيهم على هذا المقر الجميل اللي هو يعكس أيضا حضارة وتطور هذا القطاع الطيران ما بين دول الخليج والمنطقة والعالم. أسطول طيران الجزيرة بازدياد، فبعد أن بدأ ب9 طائرات ومن ثم ارتفع إلى 13 طائرة، سيصل عددها إلى في السنة القادمة إلى 16 طائرة حديثة وبأحدث المواصفات. كما تهدف الشركة لأن يتسع مبنى الطيران إلى 6 ملايين راكب خلال السنوات القادمة. حاليا طيران الجزيرة كنا احنا 9 طائرات، وصلنا 11، الآن وصلنا 13 طائرة لله الحمد. على يعني بعد 3 أيام راح نستلم طائرة إضافية جديدة، وكلها طائرات جديدة اللي هي الجيل الحديث من الطائرات الايرباص، ومستلمه مباشره من المصنع، من سواء من تلوز او من هامبورغ. هذا راح يدعم اسطولنا مثل ما قلت لنا عن 13 طياره، عندنا 3 طائرات اضافيه متعاقد عليها الاستلام خلال العام القادم، راح نوصل الى 16 طائره. هذا المتعاقد عليه الى الان 16 طائره، في احتمال كذلك نزيد بناء على الطلب وبناء على ما توصل اليه دوله الكويت من توسيع اتفاقيات الطيران. واحنا شاكرين جدا الطيران المدني، اداره العمل الطيران المدني في دوله الكويت، ليعني يعني متابعتهم الحثيثه لزياده حصه دوله الكويت في حقوق النقل خاصه في القاره الهنديه والمناطق القريبه جنبها. حاليا مبنانا يتسع لحوالي 1.5 مليون راكب ولله الحمد. السنه هذه كنا متوقعين ان خلال 4-5 سنوات نصل 1.5 مليون راكب، خلال سنه ونص وصلنا ل 1.5 مليون راكب. الان وبالتنسيق مع الإدارة العامة للطيران المدني في توسع مباشر راح يكون عندنا لنصل إلى 3 ملايين راكب، هذا للتجهيز للصيف القادم إن شاء الله، وخلينا نسميه احنا موسم الذروة. نتطلع الآن إلى توسعة إضافية أكبر من هذه بكثير. طيران الجزيرة تطلع إلى خطة 5 ل 2025 أن يصل عندنا 6 ملايين راكب. هذا طبعا راح يتطلب مبنى أوسع وأكبر من المبنى الحالي، وقاعدين ننسق احنا مع الجهات المعنية إن شاء الله على كيف نواكب الشيء هذا، نواكب خطة الطموح لدولة الكويت في الكويت الجديدة. فهذا واجبنا وهذا طبعا هدفنا، أن نتبع هذه الخطة ونطبقها على أرض الواقع في صناعة الطيران. طيران الجزيرة يسعى دائما للتوسع إلى كافة الجهات الخليجية والعربية والعالمية وتقديم كافة الخدمات للمسافرين. أحمد العنزي، الرأي. بالتعاون مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أعلن الوكيل المساعد لشبكات التوزيع الكهربائية في وزارة الكهرباء والماء المهندس مطلق العتيبي عن البدء بأولى الخطوات لإيصال التيار الكهربائي في منطقة غرب عبدالله المبارك، مشيرا إلى أن عملية تشغيل التيار الكهربائي للمنطقة سيمر ب3 مراحل، ودعا العتيبي أصحاب القسائم إلى ضرورة استكمال الإجراءات عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الكهرباء والماء. انت
تم تشغيل أول محطة في منطقة قرب عبد الله المبارك السكنية. هذا المشروع بالتعاون ما بين وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة الرعاية السكنية، طبعا المؤسسة الرعاية السكنية هي المسؤولة عن المشروع بالكامل تحت إشراف وزارات الخدمات ومنها وزارة الكهرباء والماء. اليوم الحمد لله تم تشغيل المحطة رقم 102، هي تقريبا تغذي ما يقارب 50 قسيمة سكنية مع الخدمات المجاورة لها. الحمد لله نجح التشغيل ونبارك للأهالي هذا النجاح. إن شاء الله المشروع مراحل تشغيل الكهرباء المشروع هذا عبارة عن 3 مراحل. المرحلة الأولى بدأت اليوم مدتها 2 شهر، راح يتم تشغيل فيها ما يقارب 30 محطة توزيع ثانوية اللي استلمنا كتاب من مؤسسة عامرة سكنية بجهازيتها. طبعا احنا نفحص ونسمي بالرحمن ونشغل ونبدأ نستقبل الطلبات. اليوم نعلن عن استقبال ما يقارب 850 قسيمة سكنية، راح نسلم الجدول إلى الأخوة في الصحافة. نوصي الأخوة المواطنين والمكاتب الهندسية الالتزام بتعليمات وزارة الكهرباء والماء بما يخص الأحمال، أن لا تكون الأحمال عالية جدا. أكد الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه لا يعتمد على أي وسطاء في إنجاز معاملات المبادرين أو في تزويدهم بأي بيانات مطلوبة، مشددا على أن الإجراءات التي تتم وفق أطر قانونية وتنظيمية تكفل سلامتها والتأكد من استيفاء جميع المستندات المطلوبة. كشف الصندوق في بيان اليوم أن مسؤولي الصندوق أحالوا إلى النيابة العامة شخصا احتال على بعض المبادرين وأوهمهم بأنه من واقع عمله بالصندوق يستطيع إنجاز معاملاتهم بمقابل مادي. وأكد الصندوق حرصه على متابعة جميع معاملات المبادرين ما ساعد في الاكتشاف المبكر لهذه الممارسات المخالفة. قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية عيسى الكندري للرأي أن الهيئة باشرت أخذ عينات احترازية من مواد غذائية تردد أنها مقلدة. وأوضح الكندري أن الجهات المعنية بالهيئة باشرت بسرعة اتخاذ الإجراءات بأخذ عينات احترازية من المواد الغذائية المعنية بهذا الموضوع، سواء كانت مستوردة أو من الأسواق في جميع المحافظات، وإرسالها للفحص المخبري، وذلك حرصا من الهيئة على تأمين مادة غذائية صالحة للاستهلاك الآدمي وكذلك لطمأنة الجمهور. بمشاركة عدد من جمعيات النفع العام أقيم في الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية حلقة نقاشية حملت عنوان حق المرأة في اعتماد الرعاية الصحية لأسرتها. وناقش المحاضرون الجوانب الاجتماعية والقانونية لتمكين المرأة من حق الرعاية الصحية لنفسها ولأسرتها، كما تم الاطلاع على مشروع قانون وزارة الصحة الجديد الخاص بهذه المسألة. رح نتطرق بإذن الله تعالى إلى مشروع بقانون وزارة الصحة اللي الجديد اللي راح يتطرق إلى ويعطي دور المرأة في حقها في الرعاية الصحية وحقها الصحي كذلك، وراح يكون هناك نقاش كذلك عن العمليات الجراحية ودورها وكيفية كمعلومات عامة ومعلومات خاصة في العمليات الجراحية للاستفادة من الحضور للاستفادة منها بحيث التطبيق وشنو التحديات اللي قد يواجهونها قبل وبعد إجراء العمليات الجراحية من هذه الناحية كذلك. في مجموعة من جمعيات النفع العام بدولة الكويت اتفقنا فيما بيننا على أهمية طرح موضوع حق المرأة في اعتماد الرعاية الصحية لأسرتها على ضوء المتغيرات والتعاميم الجديدة اللي قاعدة تطلع من وزارة الصحة. نركز اليوم على الشق الطبي، على الشق القانوني، على الجوانب الأخلاقية في تمكين المرأة التمكين الصحي من إبداء الرأي فيما يتعلق بصحتها مباشرة، إبداء الرأي فيما يتعلق بأسرتها أو من فاقدي الأهلية من كبار السن في محيط أسرتها. لا شك أن هذا يعني مطلب مشروع ومطلب قانوني ومطلب يتماشى مع المنطق والفطرة السليمة، كما أنه مطلب لا ينبغي حقيقة أن يطرح
في دولة الكويت في القرن 21، لأن هذه من المسلمات. لا يمكن لأي إنسان عاقل أن يقبل بأن تم رفض الأم في معالجة أبنائها. هذا أمر مزري، هذا أمر لا يتماشى مع المنطق والعقل. حق الحاضن في الولاية الطبية، بمعنى أن حق الحاضن في تولي الرعاية أو الولاية الطبية، بحيث تمكن الحاضن من استخدام جميع الأدوات القانونية لرعاية المحظوظ صحيا. الوضع الحالي اليوم هو هذا حق منسوب للولي. أنا أعتقد أن الولاية في هذه المنطقة أبعد ما تكون عن رعاية المحظون فيما يتعلق في الجانب الصحي، والأكثر التصاقا في المحظون وتحقيق الغايات التشريعية من حمايته تكون من خلال الحاضن وليس الولي الطبيعي. هذه في وجهة نظري. تم اليوم تزكية قائمة الوحدة الطلابية لانتخابات اتحاد طلبة الكويت في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد إعلان قائمتي المستقبل الطلابي ومستقلة أمريكا عدم المشاركة في الانتخابات، والتي كانت مقررة يوم الأحد المقبل. وكانت قائمة الوحدة الطلابية قد دعت قبل أيام في بيان لها للإسراع في إصدار تقرير نهائي بشأن الانتخابات السابقة وذكر أسماء من قاموا بأعمال تخريبية تسببت بإلغاء الانتخابات السابقة قبل أن يتم اليوم الإعلان عن تزكيتها. توج الملتقى الإعلامي العربي نحو 100 عمل إعلامي وإعلاني وفني محلي وخليجي وعربي في جائزة الكويت للإبداع 7 التي أقيمت برعاية وزارة الإعلام وشراكة استراتيجية من الجمعية الدولية للإعلان. وقال الأمين العام للملتقى ماضي الخميس أن هذه الجائزة تحتفي كل عام بعدد من المبدعين في مختلف مجالات الإعلام والثقافة والفكر والفن، وأشار إلى أن لجنة التحكيم التزمت بعدد من المعايير والأدوات التي اعتمدت على 3 طرق للتحكيم، منها الاستبيان لعدد من الشخصيات وطلبة الجامعة وإرسال الإعلانات إلى لجنة خارجية لتحكيمها، ومن ثم إخضاع تلك الأعمال إلى لجنة تحكيم مصغرة داخلية. اعتمدنا في هذا العام على 3 طرق للتحكيم. الطريقة الأولى الاستبيان، أقمنا استبيان لعدد من الشخصيات وطلبة الجامعة وعدد من الشخصيات، ثم لجنة خارجية تم إرسال الإعلانات لها وشاهدت هذه الإعلانات، ثم لجنة التحكيم المصغرة الداخلية. الهدف هذا المساء هو الاحتفال والاحتفاء، فنبي كلنا نفرح، اللي ما فاز يفرح لمن فاز ويبارك له، وبارك الله لنا إن شاء الله في هذا البلد الكريم، وحفظ قادة الكويت وحفظ الكويت كلها من كل شر. عم نعمل مشاريع كثيرة بالكويت للكويت، صحيح نحن مؤسسة عالمية بس شغلنا كله موجه للكويت وللشباب الكويتي. من أهم إجازتنا كل سنة عم نعمل نحن أبرنتس كونفرنس، عم ندعي عليه كل الخريجين اللي بالجامعات اللي حيتخرجوا هلا حديثا، عم نجمعهم بسي اوز ودايركتورز واكزكتورز من كل قطاعات الاعلام من الكويت ومن خارج الكويت، ليقدروا يشوفوا ويميزوا بين الكريكولم اللي عم يدرسوه بالجامعات وبين الحياه العمليه اللي عم يشوفوها على الارض. وهذا الشيء عم بيلاقي كثير نجاح، وكمان عم ندعي HR دايركتورز من كل هالوكالات ليكونوا حاضرين بهذا المؤتمر لنقدر نساعد الشباب الكويتي على يقدروا يلاقوا وظائف مرموقة بشركات كبيرة بقطاع الإعلام. خام الكويت يحقق مستويات قياسية جديدة، تابعونا في الاقتصاد بعد فاصل قصير. أهلا بكم. ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 26 سنتا ليبلغ 65 دولارا و60 سنتا في تداولات أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 64 دولارا و20 سنتا للبرميل. الغانم يفتتح بطولة العالم لكرة الماء، تابعونا في الرياضة بعد هذا الفاصل.
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بطولة العالم العشرين لكرة الماء للشباب لتحت 20 عاما، والتي تشهد مشاركة 20 منتخبا عالميا، وتقام منافساتها في مجمع الشيخ ناصر المحمد للألعاب المائية في نادي النصر. وثمن الشيخ خالد الصباح رئيس الاتحاد الكويتي للسباحة رعاية الرئيس الغانم للبطولة وحضوره حفل الافتتاح، ما يشكل دعما كبيرا للرياضة الكويتية عموما ولرياضة الألعاب المائية على وجه الخصوص، منوها بدعم الهيئة العامة للرياضة ما سهل تنظيم البطولة. وفي لقاء الافتتاح خسر منتخب الكويت أمام نظيره الإيراني 15 هدفا مقابل 7 ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية. بادئ ذي بدء نبارك للأخوة الأفاضل في الاتحاد الكويتي للسباحة برئاسة الشيخ خالد البدر على افتتاح هذا الحدث العالمي، وهو إقامة بطولة الناشئين لكرة الماء على مستوى العالم أن تكون في الكويت، وأحداثها تجري في منشأة كويتية تم افتتاحها اليوم. هذا أمر حقيقة يثلج الصدر ويعطينا مؤشرات إيجابية بأننا في طريق العودة إلى الخط الصحيح والسليم، فنبارك لهم متمنيا لهم فعاليات ناجحة، وأهنئهم بهذا الحشد والجمع العالمي الكبير على أرض الكويت، وإن شاء الله يعني تنتهي البطولة تاركة ردود فعل إيجابية وانطباعات إيجابية عن دولة الكويت وعن شباب الكويت وعن الاتحاد الكويتي للسباحة وعن قدرة الكويتيين على النجاح في التنظيم إن شاء الله. كلفنا من قبل الاتحاد الدولي والله وفقنا أن نحصل على استضافة البطولة، والمنافسة حقيقة كانت شديدة، وبهذه المناسبة بالافتتاح مجمع أحواض سمو الشيخ ناصر، الافتتاح الرسمي كان اليوم، وهذا شيء حقيقة مفخرة للبلد لاستضافة بطولة بهذه الأهمية وهذه الحجم. حقيقة أشكر راعي البطولة معالي سيد مرزوق الغانم لحضوره ورعايته لهذه البطولة، وأشكر الإخوان القائمين على الهيئة العامة شباب الرياضة ورجال الإعلام اللي لهم دور حقيقة رئيسي والمتطوعين، ومثل ما شفت يعني الحمد لله يعني بسلاسة وما كانت مملة يعني الأيفنت اللي صارت، والحمد لله يوفقنا إن شاء الله، وهذه تكون إن شاء الله يعني لإرجاع الكويت بعد التوقيف 3 سنين إلى المحافل اللي كانت أفضل إن شاء الله. أعرب لاعبو فريق القادسية عن سعادتهم بتحقيق أول لقب للموسم الرياضي الجديد، بتحقيق لقب كأس السوبر بالفوز على فريق الكويت بهدف وحيد، مؤكدين للجماهير الرياضية أن بطولة السوبر لن تكون الأخيرة هذا الموسم. وأضاف لاعبو الأصفر أن البطولة استحقها الفريق بجدارة. بخزانة النادي النادي القادسية اللقب السادس لنادي القادسية في بطولة كأس السوبر يرفع الآن هنا في استاد جابر الدولي ليعلن تتويج نادي القادسية رسميا. إن شاء الله تكون هالبطولة فاتحة خير لنا بهالموسم، ونكمل ونفرح للجماهير القدساوية. أقول شكرا للاعبين الأبطال، لجهازنا الفني والإداري والطبي ولمجلس الإدارة، الحمد لله قدرنا نفرح القدساوية، وإن شاء الله بإذن الله نكمل هالموسم ونفرحهم أكثر بعد. هالبطولة هذه تعني لي الشيء الكبير جدا جدا جدا، أول بطولة لي مع النادي، وإن شاء الله أنها ما تكون آخر بطولة، والبطولات مع نادي القدسية ما توقف مثل ما تعرف، لأن القدسية نادي بطولات، وحق أي بطولة يطمح أنه يكون هو سيدها وهو قائد هذه البطولة. بإذن الله خلص السوبر اليوم نفرح ونستانس، نفكر بعد 3-4 أيام مباراتنا مع الشباب في دوري فيفا، عندنا دوري وكاس ولي العهد وكاس الأمير، نطمح تحقيقهم كلهم، وإن شاء الله بإذن الله نقدر نحقق هذه البطولات. وثاني شيء شكرا من القلب لجمهور نادي القادسية على هذه الوقفة وهذا الحضور، وهذا مو شيء غريب عليهم نهائيا بأنهم يكونون مع اللاعبين،
وإن شاء الله القادم أجمل بإذن الله. الفريق لعب جيدا في النهائي ونشكر الجماهير التي ساندتنا، وهذه الكأس هدية منا لهم، ونسعى لحصد جميع الألقاب هذا الموسم، وسنعمل جاهدين على سعادة الجماهير. وعن تجديد عقده مع القادسية قال صوماليا: إن عقده سينتهي قريبا وأنا عاشق للقادسية وأود الاستمرار معه. شباب اليوم ما قصروا، عندهم مباراة كبيرة، مباراة تكتيكية، مباراة سوبر بين فريقين كبار كان فيها تحفظ، قدرنا نستغل كرة ثابتة في الشوط الثاني، والشباب تحملوا المسؤولية وحافظوا على النتيجة، والحمد لله أسعدنا الجمهور القدساوي اليوم، والقادم أفضل إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله أن مجلس الإدارة ما يقصر معاهم. يمكن بعض الجمهور يقول الدافع ما الدافع، أنا ريال يعني أحب أكون ملتزم في كلمتي بصراحة. من ناحية المادية أنا ك يعني متطلبات لاعبيني من ناحية المادية صراحة الشيخ فهد ما قاعد يقصر معي، ما لي شغل أنا في تقولون لي سابق ما سابق، أنا عايش وضع حالي زين بأمانة، في احتياجات مالية لكن ما قاعد يقصر مع اللاعبين، قاعد يعطي وأتوقع ما راح يقصر. إلى هنا وصلنا معكم لنهاية النشرة، وقبل ختامها نذكركم بإمكانية متابعتنا عبر موقع تويتر الراي ميديا جروب، ولمشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على اليوتيوب الراي تيوب. في أمان الله.